لأن فيك ولا تخيب قصد قاصدك. فرجع من وقته وساعته فرحا مسرورا وسار إلى عمه أبا طالب فقال له: عمه نهنيك كما أعطتك خديجة وإني أظنها قد غمرتك بالعطايا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حاجة. فقال له: وما هي أنا وأسجد منهم مالا وأعلى منهم حسبا ونسبا؟ وبما تتكبر عليه خديجة بمالها وبجمالها؟ فأقسم برب الكعبة إن طلبت منه مالا لأركبن جوادي وأطوف في الفلوات وأدخلن على الملوك أفضل الصلاة. صلى الله على المصطفى صلى الله.
كيف مخبارك انت؟ أول فحص إذا كان إنك دخل يديك سيدة سمعت كل قطرة تسبح
بزمانك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل وسلم على محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مرسومة بجبيني وعلى محبتهم وام اهلي معلميني من يمر ذكراهم ينزال كل همي وتعلمت حبهم من والد وامي وخالي طينتنا طينتنا من طينة اهل البيت معجونة نحن نواليهم هم ائمتنا واتمنى يوم الفوز التجي بحماهم يوم العطش بالقمص حيدر يرويني. صل على محمد وعلي محمد. محمد سلمان يا اخي صور في الكاميرا اقول لك بركه ان شاء الله ولا تعال بعدين بطرز لي اياها ما مشكله بس بصور صور 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 يا هاي تليفون من سعيد مالك طرز لي بلوتوث بارك وفلوس اخوي لا اله الا الله مع صور صور تصور اخوي الله يخليك روح نوز بنت فعلك برافا سبتني يلا عيين انا ما صور انا اصور انتوا ما بصوروا يعني صورنا محمد سالم شغال هو اضرب على ما استوى ها يلا 5 4 0 6 اوكي شوف الولاي زين ثاني على دول الليل شو عليه ابوك بعدهم على دول الليل ما مهتمين بوسه 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 ها صور بوسه بوسه لحظه عشان بقول الله اللي بدع علي نبدي هذا الليل بدون الثانية ها بعد عندي نفس الحركه ولا حبيت ترى كل هذه بس انا وحده وحده اخبركم حب واحد مني وواحد مني يلا روسه بالولاد قابلوا قبل مين احبهم فوق الراس ما حلكم بس ما حلكم انتهى حلكم ليل المغرب بس اللي ما يحب تو هاي شيء بدو علي لبدا بس صبروا صبروا انا ما صورت ما انا صورت حالي اوكي خلاص كيف كيف ليه؟ أوصيك محمد تعال عليه صور